لحقنا عند حمزة. في البداية كانت صعيبة نطرحوا عليها الفكرة، لأنه صراحة عملهم في ثلاثة يغطي احتياجات مقهى. السلام عليكم. ولكن بعد إلحاحنا عليهم وبمساعدة بن عيسى، تقنعوا الإخوة أنه يقبلوا نصر الدين عندهم، وطبعا الرزاق ربي سبحانه. جيت مع نصر الدين؟ دونك إن شاء الله نصر الدين كذلك من أصحاب الهمم، وراه خريج مدرسة صمو البوكم كذا، وشاطر وراه حاب يخدم وحاب يسترزق باش يجي يخدم عندكم هنا في القهوة. إيه هو كل حال مرحبا بكم. صح الأمر هذا ما يخصنيش أنا، يخص حمزة. إيه اللي هو اللي نسقسوا حمزة دوك، إذا كان أنا خاطيني أمر هذا، حمزة هو اللي مستكلف بالأمر هذا، نسقسه إذا كان. إن شاء الله ما يردناش. إيه إن شاء الله. يلا نصر الدين إن شاء الله فيها خير، إن شاء الله ربي وكاتب لك اليوم حاجة تاع خير. إذا كان فيها أمر حمزة هذا جمال أختابي، إيه هو اللي يخدم هنا. سقسيه يخدم. قال لك الحالة صغيرة. قال لك صغيرة. قال لك الحالة صغيرة. قالوا إذا كبرنا الحالة راح ن. بصح لو كان يدير له يعطي له فرصة، يعطي له فرصة. قال لك شوية شوية، معليش جيبه شوية شوية. حب يبدا حب شاطر شاطر، قالوا لنا هنا في بويره شاطر، قولوا قالوا لنا في بويره شاطر. قلت لك هم قالوا لنا كاع بس انسان ما شاء الله. جيبوا نصر الدين، قال لك تبدا يبدا. يبدا اليوم راه اليوم. يبدا اليوم. لا لا اليوم اليوم. واش السبعة؟ لا لا اليوم يبدا. واش السبعة ما فهم؟ حبي يقول له غدوه، من غدا قال له غدوه غدوه تجيني على السبعه. على السبعه تاع الصباح. قال له على السبعه اليوم. ثورة 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 ثورة. دونك واش تقول له نصر الدين؟ قال لك مرحبا بك. ها يبدا يبدا مباشره. ايه قال له يبدا يبدا الطبليه وكاع. قال له تقدر تبدا اليوم؟ قال له يقدر يبدا. تقدر تبدا اليوم. تنيتواي تمسح تبالي كلش. يلا يبدا. تعطي له طابليه ولا مازال؟ تعطي له طابليه. يلا الحمد لله. هكذا نقول للمشاهدين يعطيك الصحه حمزه. ميرسي بوكو خويا، الله ينورك ربي يفتح عليك ان شاء الله. هكذا احنا فرحنا ونصر الدين فرح، وخو الفضل كذلك يولي خونا بن عيسى اللي نشكروه كثير كثير كثير، وربي يجازيك على كل عمل قدمته وكل خير درته ووقفتك وسندك لخوتك ان شاء الله في ميزان حسنات يا رب ان شاء الله. وكونك فخور لانه خوتك يهضروا فيك غير الخير، وهما كذلك راهم فخورين بك. الحمد لله. وربي ان شاء الله دائما يجمع ما بيناتكم هكذا. وتحيه كبيره للحاجه الوالده يمات بن عيسى وخاوته، ونقولها ربي يطول في عمرك، ونطلبوا المشاهدين طبعا يدعوا لها بالشفاء لانه راهي مريضه ان شاء الله. صحيح خونا بن عيسى. الله يبارك الله فيكم، شكرا على الزياره تاعكم، نتمنى انها تكون تتعاود، مش تكون هذا اخر مره ان شاء الله، باه تكونوا سند للناس هذو. الناس هذو محتاجين دعم الدوله، محتاجين دعم المجتمع. كي توسعوا ان شاء الله خونا بن عيسى وديروا قهوام كبيره على هذه رانا نجوا ان شاء الله. خونا نصر الدين شفت ربي الحمد لله. ها الحمد لله الحمد لله، بالتوفيق، نخلوك تبدا خدمة ديالك.